بيكم في الفقرة الأسبوعية كل يوم سبت واللي كل جمهورنا بيستناها. طبعا عرفت انا بتكلم عن مين؟ دكتور أحمد عمارة. وهنتكلم النهاردة عن الابتزاز العاطفي، ايه معناه وازاي نقدر نتصدى ليه. نرحب بضيفنا دكتور احمد عماره، استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه. اهلا بحضرتك. نورنا يا دكتور. نورك، ربنا يخليك. الاول كده عايزين اتفضلي. والله اتفضلي. عايزين نعرف يعني ايه ابتزاز عاطفي وايه الفرق ما بينه وما بين الاستغلال العاطفي. الابتزاز العاطفي معناه ان حد بينتهز فرصة العواطف عند شخص معين فيضغط عليه بيها عشان يعمل شيء معين. فالابتزاز معناه ضغط بالعاطفة عشان أدفع الشخص أنه يعمل حاجة معينة. لكن الاستغلال العاطفي أنا بستغلها قد يكون ما فيهاش ضغط، يعني ممكن أكون أنا مثلا عارف أن حد بيحبني فمبسوط أنه عمال يعمل حاجات كويسة وفرحان فبستغل عاطفته، وبالتالي ما فيش فيها ضغط كلمة استغلال. لكن الابتزاز العاطفي معناه أنا ببتز بعاطفته، بضغط عليه بالعاطفة. وهو ليه ثلاث محاور، حتى بيسموها فوج بالانجليزي اللي هي ضباب، اف فير اللي هو الغضب، او اوبليجيشن اللي هو الالتزام او اللي انا لازم عليه حاجه اعملها، وجلت اللي هي جلتي او ان انا احس بالذنب. فتلاقي الثلاث عوامل دول بيبقى لازم لما يحصل ابتزاز بيكون عن طريق حاجه منهم، ان انا احسسه بالخوف، او ان انا احسسه بانه واجب عليه يعمل كده، او ان انا احسسه بانه مذنب لو ما عملش كده. طب دكتور احمد، عايزين برضو امثله توضح لنا اكتر فكره الابتزاز العاطفي. فكره الابتزاز العاطفي ممكن تكون من اب لابنه يقول له انا مش هحبك لو ما عملتش كذا، فيتخض ويخاف هيجري يعمل كده. ده مين اللي بيقول التاني؟ اي حد بقى، الاب بيقول للابنه، او الزوج بيقول للزوجه، او اي صديق بيقول لصديقته، صديقه او صديقته مثلا. فاللي بيحصل ان هما بيبقى دايما بيحسسه. مثلا ممكن مثال تاني، واحد عاوز يعمل، عاوز مثلا حد يجي يوصله، فيبين له اصل انا تعبان قوي، ده انا مرهق، ده انا متكسر، فيخليه يحس بالذنب لو سابه ومشي، فيبقى عاوز يوصله عشان ما يحسش بالذنب ده. فتلاقيه هو دايما على فكره بيتم التعامل بيه في المجتمع بصوره رهيبه جدا. بنلاقي مثلا الشخص المبتز اللي بيقوم بعمليه الابتزاز بيحس التاني بخوف، او بان العلاقه ممكن تتكسر، او يفقد علاقته بيه لو ما عملش شيء معين. ممكن تخليه يعني بيلعب دايما انه يخليه يحس بالذنب، ان انا الاذيه اللي انا فيها والالم النفسي اللي انا فيه او المشكله اللي انا فيها سببها انت، مع انه ممكن يكون ملوش علاقه بيها خالص. كويس. بتلاقي بعض المبتزين عاطفيا، تلاقيه مثلا اللي بيقع عليهم الابتزاز بقى، اللي بيقع عليهم الابتزاز لازم يكون في حاجه من دول في سماته الشخصيه. اولا ما عندوش ثقه بنفسه. ثانيا عاطفي جدا مش عقلاني. ثالثا عنده شك في ذاته، يعني ممكن لو حد قاعد يمدحه ياخد الكلام كويس يعني عادي، لكن لو حد قال له كلمه وحشه عليه بيتخض وترجل ويمسك فيها ويتخض وبتاثر عليه قوي، فعنده شك في ذاته. طب تيجي نشوف الناس ايه رايهم، نزلنا الشارع وشفنا الناس رايها ايه في الاستغلال او الابتزاز العاطفي. هنرجع لكم بعد الفاصل كمان شويه. استنونا. الاستغلال العاطفي هو حب المصلحه، ان حد يطلب، ان حد يطلب حاجه معينه من حد تاني عشان عارف ان هو بيحبه. البني ادم يعني لما يكون ليه مصلحه عند حد بيحاول ان هو يتقرب له ويغريب حاجات وكده، لكن هو طالما ما فيش مصلحه من بني ادم معين مش هيبقى كويس معاه. مثلا واحد يضحك على واحده مثلا يعشمها ان هو هيتجوزها وان هو بيحبها وكده ويكون بيتسلى، ده نوع من انواع الاستغلال. الاطفال بيستغلوا مثلا مامتهم ان هي بتحبهم، مثلا ياخدوا منهم حاجات فلوس، يستغلهم بشكل مش كويس. يعني عارف نقطه ضعف والده، حبه ليه، فاكيد ممكن يضغط عليه عشان ياخد منه حاجه معينه، يوصل لحاجه معينه، او يجيب له حاجه معينه زي ما احنا طبعا فاهمين. ممكن الانسان يعرف واحد، يعرف واحده عشان خاطر فلوسها، وهو فاهمها ان هي بتحب، هو بيحبها، تطلع في الاخر مش بيحبها، ويعرف عشان خاطر الفلوس. انا عايز منك ده، عايز منك مثلا ورق معين في ماده دكتور كذا، اي دكتور، فبيضطروا ان هم يعملوا كده، بس بعد كده ما تشوفهمش طول السنه وبيتكلموا كلام مش كويس خالص. بس ساعات المصلحة يبقى عايزك ايه وانتي عنده فوق الناس كلها. أه
دكتور احمد، واضح ان الناس كل واحد فاهم الابتزاز العاطفي بشكل تعليق سيادتك. هم عبروا عن الاستغلال العاطفي، في بعضهم حتى قال كلمه استغلال بس عبر عنها بالابتزاز، ده اختلاف المفاهيم بنفس المصطلح يعني. وبالتالي يعني هم قالوا الوجهتين، الاستغلال العاطفي والابتزاز العاطفي. عايز اقول هنا جزئيه مهمه قوي، ان احد مظاهر الابتزاز العاطفي ان انا ابقى عارف مثلا ان الشخص ده طيب او حنين، فممكن اكون عامل مصيبه او عامل كارثه، ولكن عشان ما يعنفنيش او عشان ما يقوليش ان انت غلطان اعمل حاجه معينه او ابين ان انا بتالم او افكره بخدمه او جميله انا عملتها له، فاستغل هذه الجزئيه عنده فاضغط عليه بيها كويس، يعني انا استغلتها وفي نفس الوقت عملت ابتزاز عليه علشان. وعلى فكره كان اوضح صوره للابتزاز العاطفي ظهرت بعد الثوره، لما طلع الرئيس ويقول انا صاحب الضربه الجويه الاولى وانا اللي عملت كذا وانا اللي عملت كذا. احنا بقى لنا 30 سنه ما نعرفش غير الضربه الجويه، وشكرا جدا. اللي حصل ان حصل انشقاق ما بين المجتمع، العاطفيين ابتزوا عاطفيا والعقلانيين ازدادوا انفعالا وغضبا. في ناس عيطوا عليه، مشكله ايوه، قعد يقولوا ازاي يا جماعه انتوا بتعملوا فيه كده. دي كانت واقعه معروفه قوي واضحه جدا جدا، واللي كتب الخطاب واضح ان ده السايكولوجي كويس قوي. كان عاوز يعمل انقسام ما بين الشعب العاطفي والعقلاني، لان الناس كلهم يا اما عاطفيين يا اما عقلانيين يا اما يعني وسط. فالمشكله الكبيره بقى في الابتزاز العاطفي اللي بيجي عن طريق العواطف الجميله او الحب، ان هو مره في مره في مره بيقللها لغايه ما تبقى صفر. يعني الزوج مثلا او الحبيب اللي بيتكلم مع حبيبته ودايما بيستغل او بيبتز العاطفه في الحب، عارف ان هي بتحبه، فيبين كل شويه ان هو متضايق وانه مخنوق وان هو بيضغط عليها بيضغط عليها، فمره في مره في مره بتقعد العاطفه تقل 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 لغايه ما تصبح صفر، تتقلب لضده الى كره. انا فهمت بقى هو بيعمل ايه، عارف. فهمتك. احنا معانا دلوقتي التليفون من هدى من الشرقيه. الو. الو، ازيك يا هدى؟ الحمد لله تمام. الدكتور معاك، يلا اسألي اللي انت عايزاه. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك، ازيك يا هدى؟ حضرتك يا دكتور انا تعبانه خالص بصراحه. يعني من ايه يا هدى؟ حاجات كتير بتتعبني، يعني ممكن يكون من الانسان. طيب خليني ممكن اسألك سؤال؟ اتفضل. ايه الحاجه اللي لو حصلت في حياتك تخليكي مرتاحه؟ يعني ان اضحك من غير ما اخاف، يعني ايه؟ اني اتبسط من غير ما اخاف، يعني ان حاجه تفرحني من غير ما اخاف. طيب ايه برضو اللي لو حصل في حياتك يخليكي تبقي كده؟ يعني من كتر ما بشوف حاسه ان انا مش عارفه. يعني عندك كام سنه يا هدى؟ عندي 19، انا في اولى جامعه. في اولى جامعه؟ لسه على اول الطريق. ايه اللي عامل لك ضيق وخانقه في حياتك؟ يعني كل ما اتخانق او حاجه، يمكن هو الانسان اللي انا مرتبطه بيه هو اللي بيصبر عني وكده، اتكلم معاه احس ان هو يستهزأ من مشاعري، يقول لي يا بنتي انت في ايه، اقول له مثلا. طيب هدى، ممكن اقول لك كلمه صغيره؟ ويا ريت الشباب والبنات في الجامعه يخلوا بالي منها، يخلوا بالهم من الكلمه دي. الحب والعواطف، الحب هو اسمى شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الوجود، بيخلي الانسان في غايه السعاده والراحه والاطمئنان، عشان كده حط لنا قواعد صارمه قبل ما نطلعه لاي حد. فاللي ما بيعملش حسابه وبيطلع الحب قبل ما يعمل تيست كويس جدا للشخص اللي هيطلع معاه الحب، بيبقى الحب بيتقلب الى سكاكين بتقطع في القلب. ايوه، بس احنا لما نيجي نحب الحب بيجي كده، ما بينفعش ان احنا نعمل تستات وبعد كده نجرب الانسان ده وبعد كده نبدا نحب. الحب عمره ما بيبدا كده، الحب لازم في الاول اديله اوردر انه يطلع، يعني عامل كنترول لازم في الحب في بدايته، اول بس ما افتح الازازه، عارفه الفتحه دي، انا بارادتي افتحه، لو فتحت خلاص. فاللي بيحصل ان انا لو انا مدي اوردر وعامل حسابي وانا داخل لسه الجامعه، عارف ان انا هشوف اشخاص واشكال والوان، انا عمري ما هفتح قلبي الا لما اتاكد ان كل الصفات مطمئنه، ان انا هفضل مستمر عايش مرتاح طول حياتي. وبدا في اجراءات رسميه تمت، لان في ناس حد صفاته كويسه جدا بس عنده ظروف ما تعملش جواز. فانا لو حبيته هحول الحب الى عذاب بعد كده، زي ما هو بيقولوا الحب عذاب، والحب هو مكان عذاب. بعد الحب عذاب اختيار ولا غلط. اتصال تاني من سلمى. سلمى من الجيزه. الو. ايوه يا سلمى، اهلا بيكي. ايوه مساء الخير. سلمى يا سلمى، اتفضلي. الو. سلمى يا سلمى، اتفضلي. معاك سلمى. اصل الصوت بيترد. موضوعنا عن الابتزاز العاطفي، يا ريت سؤالك يبقى في صلب الموضوع بعد اذنك. اوكي، تمام. اتفضلي اتفضلي يا سلمى.
طب اوكي يا دكتور. لو سمحت يا دكتور، انا بس عايزه اسال بالنسبه لبني ادم اللي هو يعني انا بحب جوزي قوي كويس وبتكلم يعني بصي بحبه جدا اللي هو فوق الخيال اوكي، وهو من نوع اصلا اللي هو يعني عشان عارف ان انا بحب فهو بيتملك كل حاجه بطريقته وبيفضل يعني يضغط عليا في حاجات كتير جدا يعني هي حاجات بالنسبه يعني للبيت والحاجات دي وكده يعني. اديني مثال بيعمل معاكي ايه بالظبط؟ يعني بتبقى يعني عارف مثلا لو خرجت رحت مشوار انت يعني من نوع اللي هو من نوع اللي بيشك شويه يعني بالنسبه للشك البني ادم يتعامل ازاي مع بني ادم كده، وهو في نفس الوقت بيتحكم فيا زياده عن اللزوم عشان هو عارف ان انا بحبه. اه عنده حب تملك يعني؟ لا هو انا سالتك سؤال بعد اذنك يا سلمى. سلمى لو سمحتي انا قلت لك انت بتقولي لي ان هو بيتحكم فيكي عشان هو عارف انك بتحبيه، اديني مثال عملي هو عمله اتحكم بيه فيكي. الشك مش تحكم. عمل ايه؟ اديني مثال. حاجات كتير جدا يعني زي ايه؟ اديني حاجه واحده. حاجة في يعني هو حاجات كتير جدا يعني مثلا ايه؟ اديني مثال. اصل على فكره صوتي يا دكتور بيوصل لي قبل ما حضرتك بتتكلم فعشان كده انا بسمع كويس. طيب اديني مثال. طب اوكي يعني انا بتكلم من ناحيه ان هو يعني مثلا ممكن يخاين مثلا اي حاجه تخيلها مثلا بين الزوج والزوجه وكده تلاقيه ممكن عملها تنرفز في اي حاجه اتملك فيا مثلا يعني ما يخرجنيش بسهوله انت فاهم ازاي؟ حاجات غريبه كده وهو هي اساسها داخلها الشك. معلومتك وصلت يا سلمى، ميرسي جدا على تليفونك. دلوقتي معانا مدام ماري. الو الو مدام ماري اتفضلي. الو ماري سامعينك اتفضلي. اه طبعا معاكي الدكتور اتفضلي. دكتور انا موضوع انا يعني عايزه اسال سؤال مرتبط بالموضوع بس هو الابتزاز العاطفي ده لازم بيبتدي في السن الكبير عند البالغين ولا ممكن مع الاطفال؟ مع الكل. طفل هو لسه ما تمش السنتين اوكي يعني فاضل له شهرين ثلاثه ويتم السنتين بس انا حاسه ان هو بيبتزني عاطفيا جدا. مش راضي يمشي. انا عارفه متاكده انه عنده قدره كويسه جدا على المشي بس هو رافض ان هو يمشي. يبص لي كده يبتزني عاطفيا يعني يبص لي كده بعينيه انه عايزني اشيله. برضه مش راضي يتعود يقعد على البو خالص على البوتي ان هو يعني لسه برضه في البامبرز والموضوع حتى ببتدي اعلمه مش عارفه امتى اعلمه. فانا خايفه ان هو يكون الطفل الصغير دوت بيبتز والدته عاطفيا. انا عارف ان هو ابني الوحيد انا متعلقه بيه سبت شغلي وانا كنت ناجحه جدا فيه مدرسه فرنسي وسبت الشغل. طيب ممكن اسالك سؤال بعد اذنك؟ اتفضل. لما بيعوز منك حاجه تعمليها له بيقعد يعيط في الارض ويدبدب وكده؟ بيدبدب وبيخبط دماغه في الحيط. بتعملي ايه ساعتها؟ بتستجيبي؟ ساعات بسيبه بس هو ملوش غيري يعني انا هو فعلا ملوش غيري. من غير تبرير من غير تبرير انت كده بتبرري. انت بتعملي ايه لما يعمل كده؟ لا بلبيله اللي هو عايزه. طيب انت اللي هو عايزه يبقى هو خلاص هتبقى ملعبه يا ماري. بصي لو فضلتي كده صدقيني بعد ما يكبر شويه هيطلع عينك. فعلا يبتسم جدا. طبعا هقول بس معلومه مهمه جدا. مبدئيا الطفل بيبقى في السن ده في قمه الذكاء والعبقريه، ذكي جدا 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 اكثر مما نتخيل. فهو لو لقط ان الام بتتاثر لما يتضايق او يعيط او الكلام ده وبدات تعمل له الحكايه دي انت كده بتربيه ان هو هيبقى انسان بيبتز كل اللي حواليه بالعياط يستغل الحب يستغل الحته دي كلها ويقعد يعمل حاجات عشان ياخد اللي هو عاوزه. طب هي تعمل ايه؟ اهم حاجه بالنسبه للطفل انا دي للطفل ما ينفعش لحد كبير. للطفل اول ما يعمل كده ولا يطلع اي رد فعل نهائي قولي له بمنتهى الهدوء بص يا حبيبي انا مش بحب اللي بيعيطوا ادخل الاوضه دي عيط براحتك ولما تخلص تعالى قول لي انت عاوز ايه. انا بحب اللي بيقولوا بكلام بطريقه كويسه. لو كلمتني كويس انا هعملك اللي انت عاوزه لكن بتعيط براحتك سيبيه. في الاول هيعيط كتير جدا وانت هتبقي من جواكي نار. معلش امسكي نفسك شويه والله ده بنقول عليه وجع ساعه ولا كل ساعه. امسكي نفسك شويه هم 3 4 ايام بالكتير وهيعيط هيقعد يقل. النهارده اقل من بكره اقل من بعده اقل من بعده. بعد كده اول ما يعوز حاجه قولي يا حبيبي كده عاوز ايه كذا كذا كذا. شاطر وادي له حضن كبير جدا هيعرف ان هي بقى ان هو مش عيط اوكي يبقى هو هيرتبط عنده ان العياط والكلام ده كله ده مش هيجيب حاجه. لكن الكلام بهدوء هو اللي هيجيب. فمحتاج منك بس تمسكي نفسك شويه 6-7 ايام الكتير كل ده هينتهي والا بعد كده بجد هتعاني لما يكبر. كمان سلمى قالت هو عارف ان انا بحبه وبموت فيه فهو بيتحكم فيا يعني بيتملكني. طب هي تعمل ايه يعني؟ ما نقولش لقدامنا ان احنا بنحبه. لا هي دي نقطه انا عايزها بقى تعبر عن الحب لما يعمل حاجه كويسه.
مش تعمل حاجه غلط. يعني هي المشكله يعني الابن دايما او الطفل عنده احتياج نفسي للدفء العاطفي، احتياج شديد. لا سلمى جوزها هو اللي بيعمل فيها كده. سلمى انا جوزها. لا لا سلمى جوزها. لا لا سلمى جوزها. لا لا في نقطه بس بالنسبه للموضوع سلمى صحيح موضوع جوزها ده، هي طبعا انا قلت لها تقول لي مثال عشان اعرف يعني اقولها تعمل ايه. بس الامثله بتبقى كتيره بس هي ما عندهاش نوع هي دلوقتي هي يعني الموضوع بتاع الشك هو اللي عندها عامل مشكله كبيره. ان هو بيشك في اللي هي بتعمله او بيسالها انت فين كل شويه والكلام ده وهي مفسره ده شك. فانا بس عاوز اقول حاجه هنا في الحته دي، مفيش حاجه اسمها ان هو طالما بيشك فيا بيبقى بيضغط عليا عشان بحبه. لا ممكن لو كان ما انا عايز اعرف بس هو بيتحكم ازاي عشان كل بيمنعني الخروج مثلا ما تشوفش اصحابها ما تروحش مثلا الكوافير مش عارفه ايه كده بيمنعني الخروج ما تشوفش اصحابها الكلام ده ده مسموش علاقه ده ملوش علاقه بان هو عشان هي بتحبه بيتحكم فيها. يعني هي مش قادره ترفض له طلب. ما هي في نقطه بس ما هو المفروض ما هي معلش انا مش عارفه اتفرق ما بين لا 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 انا عايز اقول حاجه مهمه هنا معلش كويس قوي انك قلتي كده. الابتزاز العاطفي بيكون شرطه ان يكون حاجه مش واجب عليا اعملها. يعني مثلا انت مش واجب عليكي توصليني مثلا، فانا عارف انك انت عاطفيه واحنا هنا، فانا باين بقى ان انا هيطلع عيني وانا واقف في الشارع لو ما وصلتنيش فهتوصليني. لكن الزوج من حقه يقول لمراته ما تخرجش. هنا مفيش فيها ابتزاز، هي بتسمع كلامه حتى ده ملوش علاقه بالحب، حتى لو هي مش بتحبه هتقول لها تعمل كده. فهنا ملوش علاقه بالحب معايا. هي المفروض هي خارجه تعرفه رايح فين او جاي منين، لو هو مش عاجبه يتناقشوا مع بعض. ولو هو قالها لا ما تروحيش خلاص اوكي، لكن ده ما ينفعش اسقط عليه ابتزاز. الابتزاز بيكون في حاجه ما ينفعش اعملها. طب امتى يتحول بقى الحب ده لابتزاز عند الراجل والست؟ ان انا اعمله مش واجباتي ان اعمله. فاهم قصدي؟ ممكن مثلا ان هو مثلا نقدر نسميه ان هو بيضغط عليها بالحب لو كان هو عاوزها تعمله حاجه معينه خاصه مثلا، فبالتالي هو هي لو ما عملتوش يبقى قاعد متضايق وانت ما بتحبنيش. لا على فكره احد اساليب الابتزاز ان انا ابقى عارف ان اللي قدامي بيحبني واقول له انت ما بتحبنيش. ده ابتزاز يعني يديني اكتر عشان يديني اكتر. عايزين برضه نجاوب ان انا ابقى عارف ان اللي قدامي مثلا طيب او ان قدامي كريم اقول له انت بخيل فببتزه يطلع كل اللي جواه. وعارف كمان هو مش هيقبل ان انا اقول عليه كده. أيوة. عشان اثبت ان انا بحبه قوي. دي نقطه مهمه بقى. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل ان السمات النفسيه اللي بتخلي الشخص يقع عليه الابتزاز انه غير واثق في نفسه. وانه حته للاسف دي مرضيه للاسف، ان هو شايف انه مسؤول عن حياه غيره. فتلاقيه الحته دي لما يكون هو شايف انه مسؤول عن حياه غيره بتدفع غيره انه يلقي عليه بالمسؤوليه على كل حاجه تحصل. مع انه ممكن يكون المسؤوليه دي بتاعت حد تاني. هي المسؤوليه دي ممكن تكون بتاعت حد تاني بس انا عارف انه كده فالقيها عليه. فبيحول كل الناس انه يلقوا مسؤوليه حياتهم ولخبطه حياتهم على واحد بس. عليه هو. بسبب انه هو شايف نفسه كده. دكتور احمد عمارة استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، حضرتك نورتنا وافدتنا جدا. عايز اقول بقى يعملوا ايه، نكلمها الحلقة الجاية بقى. ميرسي لحضرتك. ميرسي جدا. خلصت حلقتنا النهارده، بس انا عايزه افكركم قبل ما نقول باي باي ان احنا مستنيينكم يوم عايز الشباب يوم 24 ديسمبر، هيكون يوم سبت من 12 للساعة 3 الظهر في ساقية الصاوي. اوعوا تكونوا ما تجوش او اوعوا تقولوا لا مش هنيجي. ودكتور احمد عمارة طبعا هيكون موجود عشان تسألوه كل الاسئلة ان شاء الله. صح يا دكتور؟ نتكلم عن الابتزاز العاطفي برضه عشان الموضوع ده غيظني ان شاء الله. كده خلصت حلقتنا النهارده، استنونا بكره في نفس الميعاد وباي باي.